نتيجة منطقية بالنظر إلى التقارب الكبير في المستوى بين الطرفين. وإن كان النهضة البركانية يركز مجهوداته أكثر على المسابقة الإفريقية لأن المسار ممتاز للبريكنا السيادة الشرق في هذه المسابقة. جول جول عالمي سيف الدين العالمي، عالمي العالمي، عالمي العالمي، هدف من أروع ما يكون على الطاير. يفاجئ ياسين الحواصي هذا، والرجاء البيضاوي يضرب بقوة في الدقائق الأولى مشاهدينا الكرام بهدف ولا أحلى، بهدف ولا أجمل. نعم أنت عالمي العالمي سيف الدين العالمي، ران عليك فتحي جمال وقال بأنك ستمنح الإضافة، وقال بأن المستقبل، كل المستقبل لسيف الدين العالمي بقميص الجديد للرجاء الرياضي. هذه الإعادة مرة أخرى، هنا التسديد على الطاير حتى باليمنى هنا في مرمى الحسيمية. هذه الصورة لأحلى لقطة، سيف الدين العالمي اخطفها على الطاير. أنت عالمي العالمي سيف الدين العالمي، إذن يمنح الأفضلية للكتيبة الرجوية في بداية مسار البطولة الوطنية. يتابع بعيني الحواصلي، يراقبه ويتابع الشباك تهتز. نعم 1-0 لفريق الرجاء الرياضي، خطف العالمي، سدد العالمي، باغت الجميع على وسط الميدان تمشي كرة. عموما كيفما كان مستقبل عصام الراقي نتمنى له كل توفيق. فرصة الثاني والصافرة، هل هي الصافرة؟ جول جول ثاني رجاوي مشاهدينا الكرام، هذا ما توقعناه. الرجاء يعود لزيارة الشباك عن طريق سفيان رحيمي. رحيمي لم يكن رحيما بدفاعة شباب الريف الحسيمي، رحيمي كمل الكرة إلى المرمى الحسيمي. نعم ثاني أهداف الرجاء الرياضي، الأمر كان متوقع بعد السيطرة الواضحة وبالمقابل أخطاء متكررة في دفاعات شباب الريف الحسيمي. إذن رحيمي يضيف الهدف الثاني بعد هدف سيف الدين العالمي، بعد الهدف العالمي للعالمي للفريق العالمي الرجاء الرياضي. ها هو رحيمي، نعم لم يكن رحيما، رحيمي لم يرحمهم، رحيمي دون الهدف الثاني، الأولى من الحافظي والثانية من رحيمي، يغالط الدفاعات الحسيمية ويزيد من تعقيد المهمة للفريق الريفي. هذه الإعادة مجددا للكرة الماضية، ارتباك حاصل وبعد ذلك نعم هنا مغالطة للدفاع ولحارس المرمى بحدين الباي بايان ياسي سيف الدين العالمي عبد الإله الحفيدي سفيان الرحيمي ثم زكريا حذرف. بالمقابل شباب الريف الحسيمي الذي يضم مزيج من اللاعبين الذين نشطوا في الدوريات السفلى هناك في الدوري الهولندي او في الكرة الهولندية، بينما فرصة والعارضة بداية سريعة وقوية لفريق الرجاء الرياضي. نعم بنفس الكيفية ينادي كنترول من حذرف، يمر حذرف، يتوغى الحذرف العرضية، جول جول أخيرا يا الجوليادور، أخيرا فعل قائر الخصوم، يجور الجوليادور، يهز الشبكة الحسيمية ويمنح الثلاثية للكتيبة الرجوية في فيستيفال أخضر هنا. قلت يا الحسيميين يا ويلكم من الرجوين، قلت يا الحسيميين يا ويلكم من الطوفان الأخضر. الرجا جاية، الرجا تسجل، الرجا تهز الشبكة مرة أخرى. الله يا حذرف، الكنترول جميل، يتوغى الحذرف، يمر حذرف، يحطها للقناص، اخطفها اخطفها اخطفها، جابها 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 يا جور، جابها يا جور، من أول لمسة، من أول هجمة، من أول كرة، يا جور يا زور الشباك. 3-0 بداية مسار يا جور في حملة الدفاع على لقب الهداف في الدوري المغربي الممتاز من أول لمسة. ما تسأل كيف للاعب مارسا في هولندا ويظهر بهذا الأداء بينما انطلاقة في الجهة اليسرى. محسن يا جور يمشي من يا جور، يا جور جول، يا جور جول، يا جور جول، يا جور جول.
يا معذبهم يا ياجور، يا قاهرهم يا ياجور، يا كايدهم يا ياجور. ياجور يعود إلى وظيفته، ياجور يعود إلى هوايته، ياجور يزور الشباك مرة أخرى. الثنائية الشخصية للأسمراني ياجور. شوف شوف الإعادة، أعطينا الصورة يا مخرج المباراة. قبل ذلك تهتز المدرجات، هذه الصورة مجددا. الهرب 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 للأسمراني. اتبع ياجور، اتبع ياجور، ما يشدش ياجور، هرب له ياجور. حتى ياجور من زاوية، من زاوية صعبة الله على اللمسة. حدريف حتى له حدريف وهربة، الهربة الهربة الهربة، والكرة في المرمى الحسيمية. 4-0. قلت لكم مشاهدينا الكرام، قلت لكم مشاهدي الكرام، الرجاء يتسلطن، الرجاء يتسلطن، الرجاء نعم يستمتع ويمتع أنصاره هنا باستاد دونور. حقك تفرح على الطريقة الحذرفية. شوف الأناقة، هل شاهدت أناقة مثل هذه؟ هل تابعت أناقة مثل هذه من الحفيدي؟ نعم، ابن مدينة أبي الجعد يعتز بقميص الرجاء ويسعد أنصار الرجاء بأداء فرصة. جول جول يا حذرف، ما شاء الله يا حذرف، ما شاء الله. 5-5 يا حذرف، 5-5 يا الرجاء، 5-0. نعم الرجاء تضرب بالخمسة، الرجاء مصر على الخماسية. حدريف هو من وضع في المرمى. أعطينا الصورة، أعطينا الصورة، حدريف لحظة الانطلاقة. الله شبير حطها له حدريف. بوم 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 يا حدريف، بوم، لم يترك أي مجال لحارس المرمى نمير. نمير يا نمير، جيبها من الشباك، هذه صعبة عليك. حدريف حدريف قذيفة، نعم حطها في الشبكة الحسيمية. زكريا بن حليب يمشي معاه، السادس ينادي، السادس السادس. ارحمهم 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 ارحمهم، ما ارحمهمش ما ارحمهمش. بوطيب حتى المدافع يسجل. الراجة ما ترحمش، الراجة ما تشفقش، ولكن أقول لكم يا لاعبي الرجاء، ارحموا عزيز قوم ذل. كفى كفى كفى. السادس نعم للأخضر، والسادس للأخضر الذي يحصد الأخضر واليابس ويقول للجميع الراجة جاية، الراجة تنافس على الألقاب، الراجة ستعود إلى مكانتها الطبيعية. هذه الإعادة، بوطيب لوحده في لحظة اندحار الدفاع الحسيمي. مرة من هنا بوطيب.